السلام عليكم. يسعدني للغاية بزيارة الجزائر، شريكنا الاستراتيجي الوحيد في القارة الإفريقية. خاصة أعتقد أن هذه الزيارة ذات معنى كبير، لأنها أول زيارة رسمية للجزائر يقوم بها رئيس البرلمان لجمهورية كوريا منذ 13 عاما. التقيت اليوم بسعادة الرئيس عبد المجيد تيبون، بحيث تبادلت معه الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك سبل تدعيم العلاقات بين بلدينا والتعاون على الساحة الدولية. أولا، قمت بتقدير أنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1990، قامت كوريا والجزائر بتعزيز علاقات الأودية والتعاونية في مختلف المجالات. وعلى وجه الخصوص، قمت بتقدير أن التعاون بين البلدين قد توسع إلى الساحة الدولية، حيث بدأ البلدان العمل معا كعضوين غير داعمين في مجلس الأمن في شهر يناير من هذا العام. تعد الجزائر ثالث أكبر شريك تجاري لكوريا في إفريقيا، وقد وصل حجم التجارة بين البلدين إلى أعلى مستويات على الإطلاق حتى خلال فترة جائحة كورونا. وقمت بتقدير أن إصلاح البناء في الجزائر الجديدة الذي يروج له رئيس تيبون يحقق نتائج ملحوظة، وذكرت أنني سعيد جدا بتعاون كوريا في هذه العملية، خاصة يعني في تطوير صناعة التحويلية في الجزائر. وأخيرا، طلبت اهتمام الجزائر ودعمها لنزع السلاح النووي في كوريا الشمالية وإحلال السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية. كما طلبت من الرئيس تيبون حضور القمة الكورية الإفريقية المقرر عقدها في كوريا لأول مرة في شهر يونيو من هذا العام. ونود أن نورب عن خالص شكرنا وامتناننا لرئيس عبد المجيد تيبون والمسؤولين الحكوميين في الجزائر على دعمهم السخي لزيارة وفدنا الناجحة إلى الجزائر. شكرا جزيلا.